هريدي هريدي ازاي الحال يا هو الشباب؟ زين والحمد لله. قول لي يا هريد، انت تعرف ابو العيلة همام؟ معرفة جامدة. ابو العيلة همام؟ ايوه نعرفه. انت عايزه في حاجة؟ كنت عاوز اناسبه. تناسبه؟ مين في اخواته؟ ريا ولا سكينة؟ ريا يا هريدي، ريا. واسمي الكريمي فتح الله، فتح الله سعيد مراعي. ومن غير مؤاخذه يا اخ فرج الله سعيد مرعي، انت شفتها فين؟ فتح الله، فتح الله يا ابو العلي. شفتها لما مؤاخذه عند امك واكلت من ايديها البتنجان المقلي. حلو حلو البتنجان يا فرج الله. كان طعم طعم قوي. صدق انا اول مره اشوف واحد يستمخ بالبتنجان. فتح الله ده راجل ويرضى بقليله ابو العله. قلت ايه يا ابو العله؟ موافق نقرا الفاتحه؟ ان كان علياني ماليش دعوه. المهم البدنجانه توافق. المهم البدنجانه توافق يا فرج الله. كده من غير ما تشوفيه؟ هو مش راجل زي بقيه الرجاله. خلونا نخلص كده غمادي. الراجل راجل ما يعيبه غير جيبه. الراجل يعلى مقامه في عين الحرمة لما تكون سحنته حلوة. مين اللي قال الكلام ده يا بينا؟ الراجل يعلى مقامه في عين مراته لما يقدر يصونها ويكفيها شر الحاجة. معاك يا حاج ياما، أنا عايز ارتاح بكفاني شجن. الراجل لو طلعته سمحة أي أشتغل واشكى لبل ما هو يرتاح. يا أختي ربنا يرزقك باللي تريحي ويشجيكي. ما كفاياك يا سكينة، انت ما حرمتيش من اللي عملتيه في البلد وجبت لنا نعاري. هي ماكله ناسك. مين اللي يقدر يهرب من مكتوب يا ابو العيله؟ مكتوب علينا يا ولدي. نهايته احط يدي فيها فتح الله ونقرا فتحه ولا ايه؟ اقرا يا ابو العيله اقرا. على بركه الله، على بركه الله يا ولدي. اقرا معاها الفتحه، خلونا نسطروها. يعني نقول مبروك؟ ايه حيلك، مش لما نشرب حاجه عشان نعرف نتحدى؟ طبعا طبعا. شايفين يا دي عمير وحجر دخان يا عمير؟ انا ماليش في الدخان. انا ليا. طيب نخش في الموضوع. العروسه ليها شروط. شروط زي ايه؟ يعني بدها ترتاح تتستت والشغل مش لادد عليها. موافق نقرا الفتح. ومش رايده تقلي بدنجان في الشارع، عايزه تقليه في البيت عندك عشان تستمخ لوحدك. موافق نقرا الفاتحة. انت مستعجل ليه يا ولد مرعي؟ اياكش تقلي البدنجان بعد اسبوع، بعد اتنين. خير البر عاجله يا هريدي. يوافقكم يوم الخميس كاتب الكتاب يا ابو العيلة. هي هبة ليسة، هبة ليسة، مش لما نشاور على الجماعة عشان نعرف الخميس عندهم يوافق ايه؟ موافق نقرا الفاتحة، بس اول ما تجيب خبر ابقى اقول لي يعني عشان الحق ابلغ اخويا حسب الله. ما تبلغ اخوك حسب الله وانا عايشك. لا ما وصله في اسكندرية بيشتغل غفير على جنينة فواكه هناك. زي ابو سليم يعني. مين ابو سليم ده؟ لا ما تاخدش في بالك، ده واحد حدا جنينة فاكهة كان سبب طلوعنا من البلد الله يكحمه. يبقى نقرا الفتح. سكين بنت يا سكين، ما تفزي يا بنت تروحي شغل. لسه بدري يا ام، الشغل لسه ما ابتداش. الخواجه صاحب البابور شديد قوي. شديد الخواجه جديد مع الكل الا سكينه. بتستعبي على ايه؟ تلمي يا بنت. طب قولي لي يا راي، شفتي عريسك شكله ايه؟ لسه ما شفتوش. يا خيبتك يا خيبتك. طب ونعمل ايه يعني؟ يا اختي روحي اقفي قدام الوابور وطلي عليه وهو خارج. وهعرفه ازاي؟ اسالي هريدي. كنت فين يا ابو العيله وسايب شغلك؟ كنت بدور على اوضه لرايا وفتح الله. امال فتح الله بيعمل ايه؟ فتح الله شغال في الوابور من طلعت السمسن المغربيه. ولقيت يا ابو العيله؟ المهم انها تكون قريبه من دارنا. اطمني قريبه. أجرتها كم يا ابو العين؟ 30 قرش. 30 قرش كتير. يعني 25 قرش اصلها يعني كبيره بتطل على الشارع وقريبه من بيت الراحه.
هو انت قلت لي فتح الله اجرته قد ايه؟ يعني 5 قروش 6 قروش يعني اجرته كويسه تكفينا تكفيها وتكفيه. بقول لك يا ابو العيله، هو شكله ايه؟ طلعته زين؟ طلعته زين. ما يوم الخميس هينقفل عليكم باب واحد وبقى قليل بدنجان زي ما انت عايزه. ما الزغرات يا سكينة، خلينا نفرح، بقالنا زمن ما فرحناش. اهو هو الدلعات العريس هيجي امتى؟ يجي وقت ما يجي. يا اختي بتبصي على ابن الشباك كلها ساعه ويبقى جنبك على طول. عايزه اطمن يا بنت. وهيفيد بايه يا اختي؟ ما خلاص الفاس وقعت في الراس. وقال هو واحد فيهم يتهيأ لي الأصفر الأطول اللي جنبها رمدي ده طويل قوي يا راي. حظك حلو أخدت صبري. السلام عليكم يا أبو ليلي. السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك؟ سهل حصاب الله أخوي. لا وسهلا. ألف مبروك يا مرحب. الله يبارك فيك أبو العيلة أخو العروس. أهلا بيك. أو مين ده؟ ده هريدي. عارفه اتفضل اتفضل يا ابو العلاء. الله يخليك. ما قلتولناش مين العريس يعني؟ الله، هو انت ما قلت لهمش يا ابو العيله؟ قلت لهم فتح الله. ايوه يعني مين فيهم؟ اني فتح الله. اهلا وسهلا يا مرحب. يا مرحب بيك يا خاله، وده بقى اخويا حسب الله. اهلا وسهلا يا ابني. ايه شويه ميه يا يما، شويه ميه. ودي قول لعريسك يا ري. الحمد لله. قلت للمأذون؟ قلنا له يا خالي وجاي بعد صلاة المغرب. على بركة الله. طيب ابقى اعملي دور شاي يا ريا عشان عريسك يدوق الشاي من ايديكي.
والاخ حسب الله متجوز؟ اني يا ريا عريسك شرقان تلاقيك جايبه سيرته في ضميرك.